لا تزال تيم الكردي عمة الطفل عليان الكردي تذرف دموعها حزنا على ابن أخيها الذي مات غرقا برفقة أخيه ووالدته. ابتسامة عليان في هذه الصورة لا يمكن أن تنسي العالم صورته وهو جثة هامدة على شاطئ بدروم التركية. عمة عليان تأمل في أن تغير الصورة أوضاع اللاجئين. أنا فخورة جدا لأن بسببهم سيتغير العالم أو سيتغير شيء ما بالنسبة للاجئين مثلي، على الأقل أتمنى ذلك. صورة عليان الكردي بعد أن لفظه البحر تخطت كل الحدود لتجعل الكثيرين يغيرون نظرتهم تجاه المهاجرين. الكنديون تجمعوا وسط تورنتو لمطالبة سلطات بلادهم باستقبال المزيد من المهاجرين الذين فروا من جحيم الحرب.